السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا في سلسلة سيتي سكاي لاين. أول شيء قبل لا تبدأ الحلقة قولوا لي الميكروفون متعوب عليه الصراحة، يعني تميت يومين أظني بس أشتغل على الميكروفون. بس العيون سلسلة سيتي سكاي لاين والعيونكم تستاهلون والله. أول شيء بغيت أقول لكم كل المودات اللي راح نستعملها وكنت أستعملها في السابق موجودة تحت في الكومنت، وأي شيء استعملها كست اب الجير مالي السامان اللي استعمله حق الجيم بعد موجود تحت تقدرون تشوفونه. واتمنى السلسلة هاي الحين ماشية زي الفل لي يعني معاكم ان شاء الله. انا حط لك مركز شرطة توه، انت توه توي حط مركز شرطة، كيف مو سخينك؟ عند مركز شرطة سوي جريمة والله انه ما يستحي عويها الخاء. تبا له تبا، تعرفون شو تبا له؟ تبا له من الخاطر. انا اشوف وايد متابعين عندي، كنت اطالع الستاتكس يوتيوب من السعودية، او طبعا يا هلا بهل السعوديه ومرحبا مليون، واحب ارحب فيهم لاجل عيونهم. بسوي مدينه بسميها شو تبون، جده، خلنا نشوف الاسامي الحضاره، جده، الرياض، مكه، مش حافظ وايد، بسمي هنا رياض، شو رايكم؟ بسمي محميه الرياض. العيون اهل السعوديه اللي متابعين الصراحه اشكرهم شكرا جزيلا على متابعتي. انا بسوي محميه، في 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 شيء في شيء قال بعد محميه حطي له شارع. طبعا هني شوي نحن بطاره بالفلوس، ترى كانت المدينه هاي ما شاء الله ماشي اوكي، مع ان حيد بدايتك اسم اول حلقه على وشك الافلاس، لكن يبدو الموضوع ما في افلاس هني الحمد لله، يعني ما خرب هذا تخاطع تخاطع زين ولا مو زين، احتياطا والله احتياطا ما بيخرب المسار. ما في مكان حق التاكسي والباصات. انزين المحمية موضوعها بسيط وما عليه، خلنا نبدلها شارع رئيسي كالعادة، يعني لازم ما نشتغل على راحتنا ودنيا. المحمية بتحتاج شوية شغلات ابو نصدق، يعني اول شي بتحتاج المحمية، لحظة مو شي، لا مو بوكي ابدا، لا بعد مش اوكي، هي الحين اوكي. زين المحمية ما بتكون لا 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 بالطريقة اللي كيف اقولكم، نحتاج ان نحن مساحات ولا نحتاج تخليها في وسط مدينة نفس الحديقة. على فكرة الحديقة فللية والمقبرة شليتها، فبرجع أكمل الحديقة عقب عليكم لاحقين على الحديقة. الحديقة أمورها زي العسل والله، وتسلم عليكم بعد، وحصلت 3 نجوم الناس تحبها. أبغى أسوي هني محمية وراها هني مدينة، ووصل المدينة هاي في المحمية، إن كل الزوار يجون من وين؟ من أنت ليش غلط؟ من المدينة المحمية دايركت. موضوع فيري سمبل، نسوي لها مداخل من هني، لحظة صار مدخل هني ذا اتجاهين، نبدأ نحط المحمية. هاي المحمية يكون شيء لازم راهي شيء، يعني شيء مرتب من خاطر. بما ان نوقف على الشارع، نحن نوقف في الشارع شو نسوي؟ طبعا هو انا اكتشفت ان البوابه من حطيها يبدا الزونج ماله بروح اوتوماتيك، ما له داعي نسوي اي شيء، خلاص زون مره طيبه. لا هاي ما نبغاها، نبغى نبداها من داخل. افا شو يحسب كل وحده محميه بروحها ولا كيف؟ ابغى اسوي بوابتين يعني، خلني امسح اوكي. صح تذكرت الموضوع، إذا حطيت بوابة واحدة بيقول لي already exist، هنا المشكلة ولا المعضلة يسمونها، شو تسمونها انتو؟ شوفوا تقولوا لي كل هذا محمية، كل هذا محمية، هي محمية، هاي محمية ما فيها مزح، محمية ما فيها مزح، محمية لازم تكون ذا مساحة. هاي الرياض ريزيرف، يسمونها ريزيرف جماعة، الرياض ريزيرف.
هذا الرياض الزيرف يكون موضوع كبير. حطينا بوابة. أيوة سعادة الباشا كلام ده مش كويس. أيوة انكفوا بس على أساس إن نمد شارع نمد شارع ما خرب الدنيا. يوم بحتاج أشبك خلنا نمد الشارع أول. شو رأيكم؟ لأن هذا بتمد المدينة ثانية فنبغى يكون في شارع. أوكي بسوي مدينة نوعا ما لازقة في المحمية. مش نوعا ما لازقة في المحمية. مدينة الرياض بسويها. مدينة الرياض يا رياض هذه. زين الحين بنحط بوابة. بوابة هني بيكون الناس اللي تشتغل صوب الثاني حطيها هني. تعرفون لازم هلا نحط حدود المحمية أول. شو رأيكم؟ أبغى أشوف الحدود. لوين توصل؟ أنا هني لين من المحمية. لو شوية برا ترى عادي ما عندي مشكلة. نحطي هاي من هني لين من الشارع كامل سيدة. نحتل المكان خلاص ما حد يدخل. ما حد يدخل يعني قلت ما حد يدخل بس يعني والله صعب ما حد يدخل هني. اي حد بينط في سكيورتي ان شاء الله. ان شاء الله سكيورتي موجود والامور طيبه ان شاء الله. طبعا بيكون في بوابات غيره. انا هذا المكان راح احوطه. انا بشو احوطه شو هالكلمه هاي على اساس ما نخرب الشارع الرئيسي. عرفتوا بس خلوني اشوف شكل الشارع كبير. لا هذا الشارع الرئيسي دي. لا خلو صغير لا يتحمل. بس والله ما ضبط والله ما ضبط. هذا الشارع حول المحمية. انتو اي محمية بتسيرونها اصلا بشكل عام يعني بتشوفون الشارع اللي حولها رملة. ما في ما يحطون شوارع قار. ترى ما يحطون شوارع القار. ما يحط سيدة الشارع هي بس الشبكة سيدة. بس الشارع سيدة. شارع سيدة مضبوط. هاي بتكون محمية الرياض مطلع على الرياض. ساحل الرياض بسميها. يلا ما ادري الرياض فيها ساحل اتصور فيها صح. البحر هي معلومات جغرافية عند زيرو يا جماعة فلا تزعلون. وين صار كامب فاير سايت؟ عندنا اماكن بحرية. لا ليش اقدر احط مكان بحري هنا؟ اشوف. لا 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 مش مكان بحري ابدا ابدا ابدا. هني الحلقة هاي مختصة بشو؟ انا اخبركم. نحن شو عندنا؟ عندنا محمية. ما في شيء اسمه محمية وارض سيدة. هاي ترى كلام ما يمشي. كلام فاضي والله صدقوني ترى كلام فاضي. ناخذ لنا مستوى. خلنا نقوي الفرشاة. زين ناخذ لنا ارض عشوائيا عشوائيا. طلع لنا فيها شو؟ لازم يكون فيها هضاب فيها شيء فيها دنيا. اسف اذا محمية وسيدة وها وين حيوانات تتخشخش؟ وين تروح؟ وين كيف تقول لي هذا الشيء طبيعي وشيء ممتاز؟ طبعا هالمكان بالطريقة هاي. طبعا هالمكان راح يكون اعلى من ذاك المكان لو نرفع بعد شوي. بس الارتفاع انا بيكون تدريجي بحيث اني انا اقدر احط شارع. يعني في ناس تتمشى حط شوارع وفي حد بيطالع مثلا مجموعة الحيوانات اللي موجودة وين الحديقة. كيف بيطالعها؟ تو شفناها ترى هذا بيونج دك. وانا من هذا قاعد استنبط هالفكرة ترى حاليا. زين خلى شوية. ايوة فيها عشوائية يكون جميلة تكون.
يعني اهم شيء اروم ابدلها شارع بطريقه او باخرى، ما اعرف كيف ابدل هذا شارع انا، لكن بنحاول ان شاء الله، بنحاول ان نسوي بطريقه اقدر ابدل شارع، ان الناس تقدر تي فوق تطالع شو المناظر اللي موجوده في المحمية. طبعا هذا مرتفع بما فيه الكفايه، نسويه هني بعد، شوفوا اظني هذا بيكون نقطة الصعود عندنا. زين هاي نقطة الصعود مالنا بتكون الطريقة هاي. ايوه ايوه هذا نسوي الشارع. شوف شوف هني اللعبة، هني اللعبة، هني اللعبة. عنا حصى، عنا سوالف، نقدر الحين نرسم المنطقة هاي متكونة عشوائيا من ورا منو، من ورا هاي، بعدين استوي الأرض شو سيدة جدا جدا، أفضل وايد مراحل من أن يون من مستوية. نبى بعد شوي لأشجار، أشجار طويلة كبيرة، وفي شغلات وايد بتنشر في الدرب، بس أنا الحين قاعد مثل ما تقولون أجهز أرض المحمية. إذا تمشى في محمية أرض سيدة حديقة حيوانات خلاص، لا تسوي محمية، لا تسوي محمية، تسوي المحمية بهالشكل هذا لا تسوي، خلاص لا تتعب عمرك يا أخي. عندي مشكلة ثانية اللي هي الماي. او تفستي لي مست البندق، ما بيدخل فيها ماي هاي وايد. انا اشوف ولا هاي بيدخل فيها. ابغى اجيب ماي لوين؟ لين هناك، لين المحمية. بس المشكلة، هالمشكلة ما عندي موداتي، هالمشكلة اكترويكم فيها. بنيب ماي بعد المودات، ما علي، بنيب ماي بعدين، ابو ماي بنيبه مو مشكلة، بخترع ماي فيما بعد. هذا بس حق بارك بروبس، هذا المول بارك لا يبغني، ما بتسوي تسونامي يعني. انا ابو شوية ماي، تقول لي تسونامي؟ شو مال بارك لايفني؟ كاس اللورد شب شو؟ شربوك يا حبيبي عليك. انزين اول شي بنبدا نرتب بقعتنا، لازم سوينا مدخل هنا، سوينا ارض، سوينا شير غابات، نبغى نسوي المسار مال الحديقة. الناس يوم بتي هني بتتمشى في المكان لازم يكون نحن مخططين لها مسار، تمشي على المسار نحن مثل ما تقولون نشوفه صح. ليش؟ انه بيكون والديكوريشن، خلي تشوف الفرق بينهم. تعال في ليتات، ما تشوف ليتات انا فيه، يمكن لازم اسوي اطول عسى بتشوف اذا في ليتات. هي لازم يكون اطول مع ولا ما غير ديكوريشن؟ لا مع الديكوريشن، لانه ما بيكون عندنا، المفروض ما يكون عندنا اندر جراوند، لانه بيكون بدون ديكوريشن، لانه بمد خطوط كهرباء داخل الحين بدون ديكوريشن، لانه بيكون في خطوط كهرباء. طيب زين اتذكرت، ولكن بيبي ليد شوفوا اللي يدخل هذا اول شيء، مو مشكله خلى سيده واحد، لأن خلى الليل هذا يروح. في مسار أساسي للحديقة اللي هو هذا، هذا مسار أساسي للحديقة كامل، اللفة الكبيرة حول منه حديقة. طبعا اللفة هاي مش صغيرة أبدا،
اللي تشوفها صغيرة اسمح لي، الوضع صعب عندك. خلى النيب كهرباء، بنزل عقب مود ببدل خطوط الكهرباء هاي بشو؟ خطوط الكهرباء القديمة، عرفتوها؟ الخشب الصغار هاي اللي كنا مرة حطيناهن في، ما أذكر وين صراحة، ما أذكر بأي سلسلة، ولا ما حطيتهم لكم أنا. عندك هذا ممتد، لا آخر الدنيا. ممتد لهني، بابا ندسنا بنكتب لنا ما يستطيع الظلم، الظلم وبهتان، ظلم وبهتان. هذا شوفوا عمود كهرباء، يبان بدلا في العمود الجديد ما تكون اصغر، بس يبالنا نسوي درب ثاني. هذا مكان ممتاز، بالناس بتسكن هنا، اللي بتداوم هني بيسكنون هني، بسوي فريج كامل مع خدماته. بس اما هني موضوع ثاني، لازم يمشي مع منو؟ مع تضاريس ليبل. شوفوا نمشي هني نادي، وشو شفت في ليتات الشارع هذا؟ برايه بنحط ليتات، مو مشكلة عنا ليتات، ولا صح ماشي مودات؟ لا بس بتمشي، بتمشي الأمور. هني لفة حادة تجاهها على ليبل، يا عيني. أيوة مان مترو، هذه الحديقة أظني ممكن نسوي لها بقريد إذا بغينا، صح؟ خلي ما نبي نسوي لها بقريد. محمي منو يها في الليل؟ ما حد، ما حد يها في الليل، محمي ما حد يها، ما ما يبون. انزين يدخلون المحمية اللي هو هذا لوك أوت تاور. هذا إذا في عندي شيء خليني أحطه على البوابة، يعطينا إيحاء أنه اسمه فعلي. يمكن امد لي بالله الصوب، ف هو قاعد تسوي هذا. يبون مويه هايل احتياطا، انا اخذ خطوط موي. لا اكيد يبون موي، في احد ما يبي مني موي ولا خدمات؟ ما في حتى شي يبى كهرباء ظني الحين. اوكي يو الصراحة هاي يعني شيء من الآخر، شكل الموضوع جامد بيكون، لكن خلنا نخفف سرعة اللعبة. لكن إذا السالفة كذي خلنا نشوفكم في حلقة جاية. هذا كان تجهيز أرض محمية الرياض، نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.